عز إيماني، لفظي قرآني، وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي وكلام نبي فوزي ورشادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رح نحكي لكم الجماعة اللي بيعملوا جلسات اليوغا مشان نطبق الجلسات عليكم. قال قبل الجلسة يكون متبعا حمية نباتية صارمة فلا يقرب الغذاء الحيواني أبدا، وفي هذه الحمية يكون أيضا متبعا لحمية صارمة جدا، لأن اليوغا قد لا يتعدى بضع حبات من الرزل في اليوم. بالإضافة إلى ذلك فإنه غالبا ما يقوم بهذه الجلسة وهو عار. إذا لم يكن أحد أمامه نهائيا، وهذا ما يفضل، إنه يفضل البقاء في حالة العري من اللباس، وإذا وجد أحدا فإنه يضع ما يستر سوأتيه فقط. الصحيفة 163 اللي أنا بقرا فيها، وعليه قبل كل هذا أن يهجر أهله وأصحابه ويذهب إلى أعالي الجبال والصحراء ليمارس خلواته الروحية وهو عار يتسول. إذا جاع وتهان كرامته ولا يقابل إلا بالكلام النابي لحالته التي يكون عليها عادة، وفي الحقيقة فإن النظام الذي يتبعه اليوغا هو السبب الأساسي بانتشار البطالة والتكاسل والتواكل وانتشار الفقر في الهند. مرات الشام بيجينا واحد أخي أنا بدي أسلك الطريق، أهلا وسهلا، وبدي أتفرغ للطريق بركي الله بيفتح علي
ظنا منه راح نحطه نحن على تمرات مدة بقاؤه. الله يرضى عن شيخنا، قال خلواتهم في جلواتهم. تعمل خلوة انت قاعد بين الناس، فانت قاعد بين الناس لا تصفو في الخلوة، الخلوة تحتاج إلى صفاء. قال إذا ما عندك قدرة تصفو بين الناس أنت أصلا لا تصلح للخلوة. الخلوة أن تكون بخلوة مع الله وأنت بين الناس. أما نعمل لك عزلة 3 أشهر هاد موجود. حدا منكم بيعرف معلولة؟ طريق مرتعلة معروف، إذا فتت لنصه، إذا فتت من تحت لربعه، من فوق لثلاث أرباعه، تلاقي فيه فوهات بالعالي. كانوا يحطوا طالب العلم 3 أشهر في مكانه، بحطوا له سلم ليطلع ما عاد في نزله، بدبر حالك بحالك، فيبقى محروم الطعام، محروم الشراب، وين بده يروح لحاله؟ قال بربوه أقل المراتب 3 أشهر علشان يتعلم الصفاء لحتى يحسن يقودهن. هذا بعد دراسة 2 سنين اللغة السريانية لحتى يتعلم إذا حكى ما حدا يفهم عليه، لحتى يصير من علمائهن. هذا مارق معكم شيء؟ الخلوة هنيك كانت 3 أشهر. عظمة الإسلام، بتروح على شغلك تشتغل، تعارك الناس، تعطي مع الناس، وخلوتك بينك وبين الله. ما في حاجة تعود فترة زمنية بينك وبين الله. إذا عملت قبل الفجر أو بعد الفجر نصف ساعة من الزمن تعود تقول الله الله الله، معلش، لكن مو انقطاع أشهر مشان تصفى روحك لتطلع تصير خوري. قديش في ميزة بالإسلام ما موجودة عن غير الإسلام. ثم بعد قبل الحمية 3 أشهر عندك دراسة 3 سنوات، بعد دراسة 3 سنوات عندك الحمية 3 أشهر، بعد منها بيعملوا لك اختبارات بيمشي حالك لما ما بيمشي حالك. وبدك تعيش عمرك بدون زواج،
الزواج العلني، الزواج السري ما له شيء. يعني إذا واحدة إجت لعنده مشان لحتى يكبسها ما له، هذا شيء طبيعي يعتبر، ويباح له. وين كان راحت ثلاثة أشهر الخلوة مصطفى؟ وينه؟ اللي بخالطهم لا يرى عندهم أكثر من الحياة الشهوانية، لأنه محروم بذكر شيء. الإسلام أباح لك الزواج والطعام ما شئت والشراب ما شئت، لكن تعمل خلوة مع الله عز وجل الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، بالليل، إمتى عندك فراغ اعمل لحالك جلسة مع الله عز وجل. شرط أن لا تتلفظ بحرف إلا باسم الله، الله فقط، الله الله. أعمل لحالك 10 دقائق من 24 ساعة. شيخ نايف، إمتى بدك تعملها أنت؟ خلوة مع الله. بينك وبين الله ما بتحكي مع مخلوق. اعمل لحالك 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، تطلع بنتائج لا يمكن تحصلها ولا عندهم ب500 شهر. أنا مصيبتي إني أري هون وهون، بعرف شو بي هون وهون. أنا أعتقد كل واحد منكم إذا بيستطيع يعمل هالتجربة لرقيه روحيا، مرة كان عندي إحدى المدرسات سركت الذكر، الأخلاق كله كامل، كنا رايحين مشوار راكبين بالباص، مرتي جنبي وقاعدة بالكرسي اللي قدامنا وما عارف بيئتها. أنا ما بعرف ليش تصرفت، أنا ما بعرف. قلت لها أجاكي الإذن إذا جلست مع الناس تحكي شو في بنفوسهم، يعني هذا منطقيا معقول؟ هذا عند حلقة هي راحت بقلب الأسبوع على الحلقة، بعد الحلقة أنت مين حكي لك إنه نحن هيك بنساوي؟ أنت منين عرفتي أنت؟ أنا ما بعرف.
كأنك قاعدة معنا بالبيت وعم تحكي شو صاير معنا. اجت لعندي حكت لي بتقول اختاري احد امرين، اذا مالك حبتيها لسكر لك الباب، واذا حبتيها خليها. قال لا خليها، خلينا لك اياها. ابليس ما تارك حدا لا صغير ولا كبير، واحد بعت مرته تحضر معها، بعدين حب يلتقي معها، قال لها شو انتي ام معها؟ بيصير هيك؟ مفروض فيكي تكون معاملتك من حيث الدنيا كيت 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 كيت، وما بصير تعملي هيك، ما بصير تعملي هيك. تأثرت بكلام إبليس، أنا دريت إنه هي صبيت الحلقة تبعها تركتها وما سألت عن شيء. يلي قالوا لي انه تركي تلون علولها وتسكر عليك الباب، رجعت ما بدها تعمل تبرد حالها. جمعتهم قعدت وياهم من اول الجلسه لاخرها ما عرفت تحكي اربع كلمات. قلت لهم قلوا له انه هيك صار معي، قلت لهم قلوا له ترجع مثل ما كانت معي ليرجع لها اللي كان معها مثل ما كان، اما هي بتخالي بدها يرجع لها كل شيء. نحن سحبنا منها كل شيء وبقيت بتأثير إبليس. كانت حلقتها تعبي الجامع ما صبي حواليها حدا، بمعنى لا تنغر إذا صارت البشر حواليك، بلحظة تفقد الجميع. إذا كنت أنت محافظ على صلة قلبك مع الله عز وجل ما بيتغير عملك لا من قريب ولا من بعيد، عملك مع الله عز وجل بيبقى عملك مستمر مع الله عز وجل. البشر ما عاد لهم وزن ولا عاد لهم تفكير. إبليس استطاع يسيطر على أبوكم بالأيامين الكاذبة مع زين، الله قال له لا تأكل من الشجرة. إبليس قال له يعني شو أنت ناوي تصير ملاك؟ بشر أنت مالك ملاك، ولا يمكن أن تحيل عن الصفات البشرية. فالله قال لك لا تأكل يعني أراد يدللك، أما في مانع شرعا أنك تأكل؟ هذا مخلوق إلك ولازم تأكل ولازم تميدك، ولا تخاف أنا بحوشك إذا بدك. فالإغراء أثر به، عض التفاحة فبدت لهما سوآتهما،
ظهرت أخلاق الضمينة الخفية ظهرت. نفسيته الخبيثة انكشفت، وكل ما وصل إليه ما عرف إنه إبليس عم يغشاك. اتاخذ مسكين وراح وبقي بالهاوية، بس وأوقعنا معه بالهاوية. وبدت لهما سوآتهما، كل واحد منكم له ظاهر وباطن. في منكم باطنه أحسن من ظاهره، وفي منكم ظاهره أحسن من باطنه. الكمائن الجوانية ما حدا بيشوفها. أنا بظاهري هلا عاجبكم، لكن شو عندي كمائن بيني وبين الله؟ هل منكم من يطلع عليها؟ في حدا شيخ داهر يطلع عليها؟ ما في. فالكمائن تبعي أنا بات شيخنا على جامع الطاووسية، صلى الظهر، أنا عم أدين وبرجي، مالي معتاد لا أدين ولا ما اجى المعدين، عدمت. قال لي شيخنا الله يرضى عليك ما كان في بينه وبينه اي صله، اجى صلى بالجامع. قال لي الله يرضى عليك، قال لي ابني احفظ الحديث الواقف بالكريدور تبع مدخل جامع الطاووسية. أنا ما بعرف لا بقرا ولا بكتب. قال لي قال عليه الصلاة والسلام دعاء: اللهم اجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحة. أنا سمعت الحديث وما فهمت شو معنى الحديث ولا عرفت شو بدي ساوي، بس الزلمة عجبنيها. قلب الدولاب وأم الله شحطني، روح لعنده، رحت لعنده وحضرت الدرس. كان عمري 17 سنة وقت الحادثة، كنت يمكن 14-15، لكن له أثر في نفسي. بال 17 جيت وعلقت برد على الأهل. لا تعلمت منه كيف نستعمل الظاهر مع أهل الظاهر والباطن مع أهل الباطن. أنتوا كلكم تشتغلوا بالظاهر، ما حدا عنده شيء باطن. ويمكن إذا انعرض عليكم شيء من الباطن ما عندكم آفاق تستوعب، إنه الظاهر غالب علينا كليتنا. في حدا بيعتقد إن الشيخ بيشوفك أنت عايز بيتك؟
معقول هذا؟ تجي على الدرس شو عامل بيحكي لك؟ متى صرت منسوب له بيصير هو يدور عليك. اما اذا ما لك منسوب، اذا ما منسوب وقعد في الدرس بيحكي لك بالدرس شو صار معك امبارح، بيحكي لك المرض والدواء. يعني انا فهمت معنى ثاني للشيخ، يعني ليس الشيخ من قرأ وتعلم وعلم، الشيخ له السر الخفي بينه وبين الله، والشيخ بيصل لمرحلة إذا اثنين عم يحكوا مع بعضهم بيسمعوا بعضهم، إذا بيحبوا بعضهم بيلبوا بعضهم، بيصير أنا ما رأيته من شيخنا الكلام اللي هو بيحكي له لازم يصير. وإذا صار المريد صادق بيصير يسمع كلام الشيخ. وين بده يسمع؟ احكي لكم حادثة. في كان ممثل اسمه حسين صدقي، الختايرة بيعرفوه، اجى على الشام، هو المصري الاصل، زار الشيخ. الشيخ جهز له غدا، غدا خطر على بال الشيخ والله لازم نجيب شويه بوضه، أنا بس ما في حدا. قال لك يا ابني في حدا يجيب؟ مين بده ينزل على الشام يطلع ماشي؟ ما بيلحق. قال لك كان ابني بنحكي لشيخ رمضان. الشيخ رمضان بالجامع. والشيخ قاعد بمين؟ شيخ رمضان فوت على البيت لو معه مفتيح كل شيء، بيطالع ترمسي بياخذها بيروح على المرجع لعند النابلسي الله يرحمه، قال له حط لي هي بالفريزة لتبرد، حبيبي يا هبوضة بدي أخذها على منين لعند الشيخ. بين ما أنا ظهر أدن صدي الظهر بالجامع بوجي. صلينا الظهر رجعنا، قال جاهز يا معباي، حسبته مشينا. كبد على البسكليت أنا والترمسي، وينك يا مين بهالطلعة؟ صرت على مين؟ دقيت باب، قالوا إني افتحوا لشيخ رمضان. وشوفوا جايب البوضة. طيب ما اجى خبر، ما حدا قال له، ما حدا بلغه، شو
شلون بدي اجيب؟ مين عم يحكي؟ الشباب عن الشيخ عم يحكوا هالكلام؟ انه مسين ما حدا حكى له، نحن ما وصلنا له. قال ابني افتحوا الباب وشوفوا جايب بوضة. اجا واحد فتح لي باب قال لي جايب بوضة. قلت الشيخ طلب مني بوضة، انا جايب بوضة. بتتحمل التلمسة قال لي ما شاء الله جايب البوضة معك؟ نعم سيدي. قال الله يرضى عليك، انت يا بابا مالك بتغدي؟ بوت غدا، يعني خاصين غدا. بتتغديت فتحت البوضة واكل البوضة، ولما طلعت طعماني بوضة. حسين صدقي لما رجعت قال لي مين بلغك دي بوضة؟ تقول الشيخ حكى لي. الشيخ بين منين وانا بالشام، وذاك الولد ما بلا تليفون ولا موبايل ولا بشيء. قال شلون حكى لك؟ قلت له في خط بيني وبين الشيخ بيحاكيني وبحاكي، شو بده بيقول لي انا بجيب له. الشيخ قاعد وانا عم بزعل بده يعرف شيء يعني. قال له مولانا شو الخط بيناتكم؟ قال له اساله هو بيعرف. قال لي شو الخط؟ قلت له الخاطر هاللي بيمر على الشيخ بيتعلق فيي انا بسمعه وبلبي الطلب. الخاطر هاللي بيمر عليه من دون كلام. هي الصلة الروحية بين المريد والشيخ. وحكى كلمة للشباب شيخنا، قال والله لو صدقتم كما صدق لأخذتم أكثر مما أخذ. هي واحدة من ألوف الوحدات. بعض الشباب بده يطلع على زبدان، قلت له الله إذا في وسيلة بطلع معك هنا. قال إيه في، بس نحن بعد نص ساعة ثلاث أربع ساعة نمشي. حاضر. أخذت أطراميز مثل برميل، رحت عند بيع العرسوس، عبي لي عرسوس، حط لي شقفة ثلجة، شقفة وحدة، حط لي شقفة ثلجة، غطيت الأطراميز، إجوا الشباب، طلعت معهم، ما حدا بيعرف شيء. دخلوا الشباب قبلي قالوا له معنا شيخ رمضان. قال له شو جايب معنا عرسوس؟ تعال شوف شيخ رمضان جايب عرسوس معك؟ نعم سيدي تفضل. قال الله يرضى عليك، انه ابني انا جاي على بالي العرسوس، فأنا طلبت من حضرة الله عز وجل يبعت لي عرسوس. ما في واحد سمع وجاب غيره، سمع الخبر وجاب. هذه الصلة الروحية ما بيصلها الواحد بلاش. بيجيني واحد أنا بدي أصير خادم عندك بس مشان لحتى أصلي الصلاة، لا يمكن أن تصل إليها.
بأن طالب الشيء لا يعطى. هذه تأتي منح من الله لعبده، بيعطيك آذان تسمع، ومسافتنا بسيطة، نحن قريبة بين بعضنا. الشيخ بالحج، أنا بتلاحظ بيجي لعندي، أنا مغمض عيوني، مسكني من إيدي وياخذني على البيت، قال لي شوف ببني القرنة كهرباء من هون مقطوعة، نص البيت شاعر نص البيت مطفي، خير إن شاء الله. أثناء الذكر الفجر أما نام خيال قبل الظهر بساعتين، جاي لعندي ابن الشيخ أبو سعيد وأخو الشيخ أبو الخير، تعرفون أنت شيخ بشير دكتور عارف بيعرفه، خير إن شاء الله، تقول نص البيت شاعر نص البيت مطفي، قال إيه والله مين قال لك؟ قلت له خلص وصلني الخبر، روحوا أنت، ولا أنا لما بطلع على صلاة الظهر بطلع بساوي. طلعت على صلاة الظهر، صليت الظهر بالجامع وطلعت، دقيت الباب أعطوني السلم، حطيت السلم على القرنة اللي عين لي إياها، لقيت الشريط فاصل، وصلته تولته سلام عليكم، اشتغل البيت. إذا كان هو بمكة، شو جاب الخبر عندي؟ إذا صفت الأرواح ليس بينها حجاب، إذا صفت الأرواح ليس بينها حجاب. يقول صلوات الله وسلامه عليه: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. دكتور عارف صدق بيعرفني 70 سنة، ما صاروا 70، كم مرة سمعتني حكيت مثل ما بيحكوا الناس؟ حماية اللسان، حماية الفكر، حماية العقل، حماية الحركة، أن لا تقرب معصية، هي بلاش عند الله. طالما أنت ما بتقرب معصية نحن رح نعطيك، ولو قرب المعصية وتاب منها ينجو. إذا صدق في الطلب، والصدق في الطلب أين نجده؟ معنى الصدق في الطلب، ممنوع التجول، طالع من البستان على الجامع بتصلي الفجر مع الشيخ، بدي اطلع انا الدين، ممنوع. وكم حاجز مرقت عليهم حتى وصلت الى ابي النور. انا كنت بيت حماي بالبستان، طرقات كلها كان حواجز،
مر على الحاجز قال له والله يا عمو أنا تأخرت بالسارة هون وأنا مقدم بالجامع دور الحي الأدان يلي روح أنا مرأك بالغيري ما دخلني كل واحد مرني ما دخل بغيره جيت على الجامع أدنت صليت مع الشيخ وحضرت الدرس. قال ابني وين كنت مبارح انت دورنا عليك؟ لأنا كنت بيت حماي. قال شو جابك هلا؟ قلت والله سيدي مرأت وجيت. قال لي منيح ما أخذوك حطوك بالسجن. شلون مرأت؟ أربع حواجز. مررت بالصدق، ما حاولت ولا همسة تكون غير صدق، والصدق ينجي صاحبه من المهالك. فكتير بيناتكم بتمنى هذه الصلة الروحية أن تكون له، هي بدك تدفع قيمتها حبيبي، ما بتدفع ما بتحصل. حبيت أحد الشباب يعني شوية يتحرك، ما عم يضبط معي ولا واحد. أنا عم دور واحد يضبط معي لخلفه، ولا واحد عم يضبط معي. واحد بيضبط من هاي بخلفت من هاي، بيضبط من هاي بخلفت من هاي. أحدهم طلبت منه طلب واحد، الحفاظ على الصلوات الخمس مع الجماعة. وناوي أنا يعني إذا صدق دلوا على الطريق. جاني بعد كم يوم قلت له ان شاء الله صليت بالمكتب اليوم العصر؟ قال لي اي والله. ايش حدا حكى لك؟ قلت له لا، انا هيك حسست انك انت صليت العصر بالمكتب، ما حكيت غير هيك. انا بيني وبينك موعد، ما تترك صلاه الجماعه تترك صلاه الجماعه تصلي بالمكتب. أنا ناوي أعطي 500 ورقة، رأيكم إذا أجى لعندي بعطي 500 ورقة؟ ما عم يخربط ولا خربط ظنا منه إنه ما حدا شايفه. والله أحدهم حطيته بالاختبار، حكيت له كلام، قال لي أوحي بعد رسول الله؟ قلت له إن لئمن فراسة ينظرها بها بنور الله. يعني أهدون بنوا وجودهم، اتعروا مشوا مثل مجانين مشان الناس سبون بهدون لحتى شوية ترتقي أرواحهم، ولم يصلوا. وأنتوا كمؤمنين كل واحد عنده استعداد يصل، لكن لا ينجي بالطريق إلا الصدق. ابني وين الساعة؟ والله سيدي رحت بيصلحها، طلعت على الجامعة لحتى أصلي، فتحت جاكيتي حطيته قدام الناس، رحت لأتوضى رجعت ما لقيته، براحت جاكيته ساعة. قال لي معلش ابني، راح يطرح
ساعدها تبع من الشيخ أخذت الله وصلح راحت. قلت له سيدي اشتري لها ساعة أنا اللي وقت بيصير معك حق ساعة أعطيني إياها. لا لا ما صار معي حق ساعة أعطيها. أنا كنت فقير معدم يعني، وراح الجاكيت والساعة فيه بالجامع قدام الناس. رحت الجاكيت حطيته قدام الناس، رحت أتوضأ وارجع ما ليش ملح ودم. سألت مصلي قال والله ما شفنا حدا. ما رضي أخو العوضة لأن عرفان ما عندي عوضة ولا معي حق عوضة. أنا من وقت أنتو أبحكي لكم لتعلموا أني أفقر الفقراء كنت، مو متعمدا، ما كنت بملك شيء. والله إذا اشتهيت مرتي بيضة ما معي حقها، الكشكي والعدس سنين. فأنت إذا بتصبر على الشدائد بتتحمل عند الله بلاش. وكل شيء خلقناه بقدر فنعم المقدر. بقدر ما تبذل تقبض. أما دخيلك شيخي إن بغلي شي نفخة بركي أنا بصير، ما بتصير لو بقرأ عليك المصحف كله، لأنه أنت مالك محضر حالك لتصير. أنت ما عندك استعداد إنك تصير ولا بدك تصير. والصدق هو أقرب الأبواب إلى الله. سورة صغيرة ما تقول في اثنين الله ثالثهما. قاعدين بالغار ولو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، فكيف الحماية؟ فحماهم الله ولم يصل إليهم مكروه حتى لعبوا انطلاق طلعوا من الغار. تتوقعوا الأعلى بالغار أصعب أو الأعلى بالسجن أصعب؟ الأعلى بالسجن عرف عن حالك بعد فترة بتطلع، أما هون أي حركة قضاء على حياتك. وهو رسول الله سيدنا أبو بكر شاب ثقب خشي أن يطلع من الثقب حشرة وتؤذي رسول الله، فحط رجله بالثقب طلع عقرب. عب سيدنا الصديق من رجله سيدنا رسول النايم على حضن سيدنا أبو بكر. ما طلع منه أي صوت لكن دمعت عيونه، وقعت قطرة دمع على رسول الله فاستيقظ، رأى وجه سيدنا أبو بكر متغير
خير إن شاء الله. فقال لدغاني العقرب، ها طب وين السم؟ الكيفية شلون طب؟ وسم السمم صدق الطلب، صدق الطالب والمطلوب. سيدنا أبو بكر طالب، سيدنا رسول الله مطلوب. لما اثنين صدقوا عملوا هيك طب. إذا وجد الصدق بالطرفين بيصنعوا عجائب وغرائب. المفتاح هو الصدق. ولو في قتلك خليك صادق. واحد ماشي بطريق لا سكين وعليها دم، مسك السكينة تفرج عليها، جيت الدورية لقطه. القتيل ورا الحيط، اللي ذبح القتيل لحج السكين وهرب. عجاد أخونا بالله شاف السكين حملها، السكين عليها دم وبإيد الزلمة. في عنا شك أنه مو هو. غدو حبسوا، قال الله يعلم حيث يجعل رسالته. حكموا عليه بالمشنعة، حطوه على الكرسي، ربطوا الحبل برقبته، طب يدفش الكرسي بيموت. عم يضحك. فأحد مسؤولين قال سألوه ليش عم يضحك، قال كمش ورقة عمل لها هيك. قال بينما تصل الورقة على الأرض الله بيخلق 50 فرج. والله بيعرف إني أنا ظالم أو مظلوم. ما تبي غير دفش كرسي طائش ترابته. واحد من هالجماهير بركض، تركوه تركوه أنا المجرم. فكلوا الحبلة نزلوا أخذوا على القضاء، هو واللي دعا أنه هو المجرم. واصطلع هذاك المجرم الحقيقي ومثل جريمة، لكن أنا من لهجتي لحجة السكين وشيت. هو جاي ماشي شاب السكين حملها. فقال لهم الحكيم العليم ما بيضيع حق الصادق، لكن بشغل باللف ودوران بس يبرع حاله، إلا ما يعلق وياكلها، بياكلها بشكل العقل ما بيحمله. بل لذلك اتعلموا الصدق بدون بهدلة. عندهم دشتها وعي تستر عورتك فقط قدام الناس. ما في ناس ما في عورة، ما سائل عن شيء، بس بده يصل لك يا ريت
يصل إلى شعرة من جمل مبسط، لكن اللي عم يصير معنا إنه ما عنا حدا غيره زمزاوي نشحوله له مع سلامة، ما حدا عم يجي، ما حدا عم يقبل. تعال بدنا نساويك أنت من علمائنا ونحرمك الحق اللي الله أعطاك إياه، نحرمك النساء كل حياتك. إيه ما حدا عم يقبل، لذلك عم يدوروا ما عم يلاقوا. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. مين منكم عنده برنامج الصلاة على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كل يوم نص ساعة، كل يوم ربع ساعة، كل يوم خمس ساعات، كل يوم ثلاث ساعات، كل واحد على كيف. والصلاة على رسول الله تنجيك من المهالك. قال أن يكون مستسلما منقادا راضيا. إذا واحد بده يتربى مع أهل الله بده يكون مستسلما منقادا راضيا بتصرفات المربي. واحدة ثانية، أن يجب أن يحب ما يحبه محبوبه ويكره ما يكرهه. أنا بزماني حبيت الشيخ، لكن أنا بشعل السيكارة من سيكارة، بشعل أول وحدة ما عاد أطفيها، بتخلص شعل الثاني، بتخلص شعل الثاني. عندي أربع باكيتات ونص كل يوم. أنا حبيت الشيخ، الشيخ ما بيشرب سيكارة، صرت أكره السيكارة، صرت أستطعم فيها مرة، بطلنا. أنا بشغل بالطاعون سوا حمير، التسبيح تبعنا مثبت الدين، هيك البيئة تبعنا. هو ما بيحب حدا يسب الدين، من يوم ما عرفته لليوم ما طلع من تم دين، بل ما طلع من تمي كلمة نابية. لعبت في الحياة ومرار الحياة ما تلفظت بلفظ طلاق كل عمري، لأنه ما بيحب الطلاق. أنا حبيت الشيخ، ما حبيت صورته، حبيت أخلاقه وتمسكت بها فنجحت في الحياة. ناس بكم ما حبيت الشيخ عواطف، بس حبيته بس إيده. إذا بتبوس إيده 5000 مرة ما له راضي، وأحسن منها كلها صلاة ركعتين في جو الليل تجي بتلاقي راضي. قال أن ينظر لشيخه نظرة الكمال، وأن لا يرى النقائص أنها نقائص. يعني لو شفته عمل نقائص، النقائص تبعه كمال، ما عنده نقائص.
غض الصوت في مجلس الشيخ، لا يفتح باب السؤال والجدل مع كتمان أسرار الشيخ التي يحب كتمانها. كنت عنده سيريت الله يخليه. هذا موضوع لا تحكي لحدا. ابني معلش سيدي الله يخليك لا تحكي لحدا. بعمار الجامع وقعوا تحت عجز، استقرضت أنا مبلغ من إنسان ما حتى ما يوقف العمل، وطلعت عليه الشيخ مع محبته. قال يا ابني هذا الدرويش جاب مبلغ كذا. يا سيدي مشان الله ليش حكيت؟ لبات عيدة. قال لي ليش شو صار؟ قلت له فتحت علي باب انه انا في بحبوحة مادية ما عاد احسن كيف انا لا لقريبين ولا لبعاد. قال لي معك حق. خلص كتمناها. القريبين ما عاد كيفوا. اذا ما تعطي الجامعة اعطينا لنا. بالوقت اللي انا دين الدين والناس وثقت فيي وحطيت المبلغ مشيت العمل بعدين سددت الدين. يعني اعطوني اللجنه بعدين رجعت الدين. الشاهد الشيخ ما بيتراجع بشيء، خطا وصواب، لكن انا والله خفت على حالي. انا درويش لعبت حال قدم مبلغ كذا، والى هذه الساعه يلي انا بقدمه للجامع بتحدى واحد يتحداني فيه، بقطع عن تمي بحط للجامع. بل حكيم العليم حاطط الموضوع عندنا وعليم، قال لي اذا انت عم تقطع عن تمك عشان تحط للجامع نحن بننساك، خذ لنعطيك عطاء بغير حساب. واعطاني عطاء بغير حساب، لكن انا ما بخلي الحال يجي. لما انا تعرضت لعمليه بطاريه وقسطره قاعد انا والشيخ زاهر معي 200,000 ليره والعملية بتكلف 1,000,000 ليرة. دخل علينا رجل ما من اللي بيحضروا درس، بيض له قضية، دخل. أنا استأذنت لغير وضوي لأني متضايق. صف الضيف هو وزاهر. ضيف حكى لزاهر قال له وجه الشيخ مو طبيعي، شبهه صح. زاهر قال له عنده عملية بكرة الصبح بتكلف 1,000,000 ليرة وما معه غير 200، محتار شلون بده يدبرهم. قال له لكان قل له لا ينام انا رايح مشوار وجاي. طلعت لقيت زاهر وين الضيف؟ قال والله انا اضطر راح مشوار وراجع. قال لا تنام يا ابني، والله انا ما فاضي استنى الناس، بدي نام انا صار وقتي.
قال لي معلش يا الله يخليه استنى شوي، لو ما كان الرجل مضطر ما بيقول لا تخدوا ينام. طيب قعدت انا وياه، اجا زلمه بعد شي ساعه، اجا زلمه انا رح يطلع خلي عليه، لك اخي انا بدي انام ليش اخرتني؟ رح تطلع معي كانت واز بالحجنة مليون ليرة، بيقول هدول بشان عملية بكرة. اختلف البرنامج تبعي أنا، قلت الحمد لله خذهم أنت يا زاهر. أخذهم زاهر، هو هدف على العملية هو أما كل شيء، بالأخير زاد أو نقص حسبنا. مين بعته؟ بكرة بدي أعمل عملية، بدي أروح الصبح الساعة 7. مين معزلني راح جاب مليون ليرة وجا؟ ما بتخلي واحد يفكر؟ أنا إجا لعندي بعد شي شهر شهرين ما معي، ما حكيت شي. بعد 5-6 شهور تهيأ معي المبلغ، قلت له تفضل. قال لا ايه، قلت له هذا اللي زينتني اياه مشان العمليه. قال لو عرضان بدك ترجع ما اعطيتك، انا اعطيتك يا هديه. ثاني يوم توزع المبلغ، بيعرف الشيخ زاهر مالي مصلحه كور عندي، كثير صعب علي اني نام ومعي مصاري. صرفوا والله شلون بيبعت وقت الحاجة والله ما بعرف. أنا أعلنت الجهل، ما بعرف الله شو بيتصرف، لذلك أنا ما عاد ملكت شيء، تركت كل شيء. امبارح كنت بحديث بوسط البيت، قلت لهم أنا إذا متت ما بتلاقوا شيء، يلي معي بالحياة عم بعطيكم اياه وخلصت المسألة، ما بخلي شيء. لا تتوقعوا في تركة، ما في شيء. وشلون الله مدبرني بالحياة؟ قالوا لي بنزين ما في، وأنا واقف بالمحطة ساعتين ثلاثة بقايز عن السيارة كلها، بدي اضطر تروح بتاكسي. بعد واحد بدق الباب. نعم. قال أنا معي بدون بنزين مالي عاوزه، تفضي لي إياه بسيارتك. قديش حقه؟ قال هاي حقه، فضيه بالسيارة. لا رحت ولا جيت. الحكيم العليم ما بينام ولا بيسهى ولا بيغفل، وهو معكم أينما كنتم، بس أنتم كونوا مع الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. نسينا، نسيت بعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله
سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة وأوصل ثوابها إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم صدقة من جنابه الكريم إلى من كانت بسببهم ومن أجلهم وعلى نيتهم، رحمهم الله، آنسهم الله، عوضهم الله الجنة. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز اللهم عن سيئاتهم، ولقهم الأمن من عذابك حتى يلقونك آمنين مطمئنين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم لنا والوالدين ومشايخنا وأهل الحقوق علينا والمسلمين أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. عزي إيماني، لفظي قرآني، وسلوكي أدب، ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي، وكلام نبي فوزي ورشادي.